بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقه جديده واحدى حلقات برنامجكم صحتك ثروتك. انتوا وحشتونا، لان احنا بقالنا يمكن حوالي شهر ونص شهرين ما طلعناش مع حضراتكم، ولكن حبينا نعيش معاكم الحدث، وكنا قاعدين في البيت زي ما حضراتكم قاعدين في البيت، فقلنا يعني نعملها معاكم بصوره عمليه. البرنامج بتاعنا اسمه صحتك ثروتك، يعني هو برنامج طبي متخصص، واعتقد ان احنا كلنا الفتره دي عايشين مع فيروس كورونا اللي هو حاجه بتخص الطب. طيب خلينا الاول نقول ان فريق عمل البرنامج كلهم ناس متخصصه في مجال الدواء وفي مجال الطب، بمعنى ان فريق الاعداد بتاعنا كله ناس تخصصت في مجال الدواء، حتى لدرجه ان احنا المخرج بتاعنا بيشتغل في احدى الكليات العمليه، خريج احدى الكليات العمليه. عايزين نقول ان احنا ناس متخصصه في الحته بتاعتنا، ولما بنيجي نتكلم بنتكلم في الحته بتاعتنا، ولما بنيجي نستضيف ضيف احنا بنتكلم بنربط ما بين خبرتنا وخبره ضيفنا في الحته في مجال الدواء او في مجال الصحه. طيب خلينا نقول برنامج صحتك ثروتك وهو برنامج طبي، هل كان دوره ايه في مشكله فيروس كورونا، المشكله اللي منتشره على مستوى العالم؟ مشكله فيروس كورونا ابتدت تظهر في النص الثاني من شهر ديسمبر، واحنا كنا من اول البرامج اللي تعمل اول حلقه عن فيروس كورونا كانت في الاسبوع الاول من يناير، يعني بعد المشكله لما ابتدت تظهر في الصين، احنا كنا من اول البرامج اللي بتتكلم على فيروس كورونا، وكنا بناخده لان احنا درسنا فيروس كورونا وعارفين فيروس كورونا ممكن يعمل ايه وممكن يسوي ايه، واحنا عارفين من اول يوم ان الموضوع مطول شويه. كانت الحلقه الثانيه لينا في اخر اسبوع في يناير، وكانت لسه الموضوع ما سمعش، هو كان قصه كلها ابتدت في الصين ولسه العالم ما كانش يعني الموضوع انتشر فيه. جه الموضوع ينتشر، ابتدينا نعمل حلقات بصفه منتظمه عن فيروس كورونا، لان احنا البرنامج بتاعنا يعني احنا لو ما كناش على فيروس كورونا مين اللي هيتكلم على فيروس كورونا؟ الناس اللي مش متخصصه تتكلم على فيروس كورونا؟ لا، هتكلم على فيروس كورونا. وكنا مثبتين فقره اللي هي فقره الكبسوله، بنتكلم كل حلقه حته بخصوص فيروس كورونا، ابتدينا نوعي الناس عن فيروس كورونا، ايه هو فيروس كورونا؟ هل هو فيروس خطير ولا مش فيروس خطير؟ وكان الاستراتيجي او النهج بتاع البرنامج بتاعنا لا تهويل ولا تهوين، والحته دي مهمه جدا. يعني احنا ما نهونش من فيروس كورونا، ولكن ما نهولش، لان احنا عارفين ان الموضوع مطول شويه. ومن اول يوم كنا بنتكلم على كفاءه جهاز المناعه، عشان كده اتكلمنا في احدى الفقرات عن التغذيه الصحيحه، التغذيه اللي ممكن تزود المناعه. اتكلمنا عن المطهرات وسوء استخدام المطهرات، ما نستخدمش المطهرات عمال على بطال. كنا من اول البرامج اللي ابتدينا نحصل الارقام، نبتدي نعمل احصائيات للارقام، وانا فاكر كويس قوي طلعنا ساعتها بتوصيه ان لازم نشوف ايه هي المناطق اللي منتشر فيها فيروس كورونا وليه، وايه هي المناطق اللي مش منتشر فيها فيروس كورونا وليه. واعتقد ان امبارح مجلس الوزراء كان قال ان هو من 1/7 من ضمن التوصيات اللي طلعها امبارح، من 1/7 هيبتدي يفتح المساجد والكنائس في المحافظات اللي مش منتشر فيها فيروس كورونا، الكلام اللي احنا قلناه من 3-4 شهور فاتوا. ولكن هو طب ما تيجي نبص للسكوب اوسع شويه، لازم نعرف هل ليه المناطق الريفيه الفيروس فيها مش منتشر؟ لانك ممكن تلاقي نفسك انت عندك الحل، طبيعه الجو بتاعك ممكن تساعد على ذلك. يعني هل المشي في الشمس والتعرض للهواء المفتوح ده يساعد في انك ما تتصابش بفيروس كورونا؟ هل النهارده القعده في البيت في اماكن مقفوله ممكن تساعد في انك يحصل لك، يعني انت بتقعد في البيت فترات طويله في اماكن مقفوله وبعد كده تنزل الشارع في اماكن مزدحمه، فوارد ان ده يكون سبب في انك بتعرض لفيروس كورونا. يعني عايز اقول لي احنا ساعتها درسنا الارقام علشان نطلع ببلان اوف اكشن، بخطه، وهو ده اللي حصل اول امبارح، ان المساجد والكنائس تفتح بس في المحافظات الاقل انتشار الفيروس فيها قليل. طب ما نوسع، طب نشوف الاماكن دي ليه الفيروس فيها منتشر بصوره قليله. ما حاولناش نفزعكم، لان احنا عارفين ان جهاز المناعه بيتاثر جامد جدا بالهلع والفزع. الناس في مشكله مع الناس حصلت، ان الناس بقت ناس ممكن تموت من الفزع والهلع والخوف، الناس بقى عندها هيسيس، اللي بيكح كحة او اللي بيعطس عطسايه بيتخيل ان هو عنده كورونا، وتبتدي الناس يحصل لها فزع وهلع. وعشان البرنامج بتاعنا برنامج متميز ودايما بيبص او بيتناول او تناول موضوع فيروس كورونا بشكل مختلف،
انا عندي مداخله، والمداخله دي انا بسعى اليها بقالي شهرين، ولكن ضيفي دايما نتيجه لمشاغله يعني ما كنتش عارف احصل عليه، وهو تكرم وتشرف هيعمل لنا مداخله. المداخله دي مداخله احنا كلنا محتاجينها في الفتره الحاليه. طبعا انتوا كلكم يعني عايزين تعرفوا مين المداخله. يسعدني ويسعدكم ان يكون معانا الاستاذ الدكتور عادل عبعال، رئيس نائب رئيس جامعه انتريو بكندا للتغذيه والاعشاب والعلاجات الطبيعيه. دكتور عادل صباح الفل عليك. يا اهلا وسهلا. بص دكتور عادل، دكتور عادل انا بدور عليك بقالي 3 اشهر مش عارف احصل عليك، لان انا فعلا احنا محتاجينك هذه الفتره جامد جدا. بما ان احنا بنتكلم على الاغذيه الصحيحه والاغذيه اللي ترفع المناعه، يبقى مفيش غير الدكتور عادل عبعالي، لان انا بعتبر حضرتك رائد او رقم واحد في الوطن العربي دلوقتي في مجال الطب البديل والاعشاب والاغذيه الطبيعيه. دكتور عادل تقدر تقول اقدم واحد بس مش رائد ولا حاجه. لا انا من خلال خبرتي بحضرتك ومن خلال كذا حوار حصل بيني وبين حضرتك انا عارف كويس قوي وقاعد الكلام اللي بقوله. يعني لا حضرتك، انا بالنسبه لي انا رقم واحد في موجود في الوطن العربي كله. دي شهاده انا اعتز بيها، لان انا بعتبرك واحد من علماء مصر المحترمين. يعني انت ليك خبره كبيره جدا في شركات الادويه العالميه، يعني مش عايزين نقول اسماء الشركات اللي اشتغلت فيها، كواحد من الناس المطورين الرائعين فيها. يعني الله يخليك يا دكتور. الناس ما تعرفش ان الدكتور علاء احمد واحد من الناس العلماء ومسجل في نقابه العلميين، واحد من رواد هذا المجال. يعني انا سعيد جدا بيك وبلقائك النهارده. ده شرف ليا يا دكتور عادل. الله يخليك يا دكتور عادل. دكتور عادل، دلوقتي احنا بنتكلم على فيروس كورونا، يعني بنتكلم على ان احنا نرفع كفاءة جهاز المناعة بتاعنا. دكتور حضرتك تنصحنا بايه من خلال الاغذية والاعشاب الطبية اللي ترفع جهاز المناعة بتاعنا؟ انا عاوز اقول باختصار شديد جدا، يعني يا ريت تتبنى حملة اسمها كن مطمئن. كن مطمئن. تمام. الاطمئنان والثقة في الله سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى حارس مصر بحاجات كثيرة جدا، حاجات علمية يعني مش حاجات وهمية. شمسنا الجميلة وهوانا الجميل ومناخنا الرائع، ده احنا غير اوروبا خالص وغير دول كثيرة جدا في العالم. تمام. احنا بنقول للناس تنفس الشمس. تمام. تنفس الشمس. تمام. اذا كانت الشمس هي اكبر معقم على وجه الارض، قاتلة للفيروسات والميكروبات. تمام. فاحنا بنقول للناس مجرد ما تتنفس ضوء الشمس، وضوء الشمس الاولاني اللي هو من بعد صلاه الفجر لحد الشروق، ده الوقت الجو يكون محمل بالاوزون. تمام. تنفس تنفس عميق، اكتب النفس 10 دقائق، درب عضلات جهازك التنفسي. تمام. جهاز التنفسي هي عضلات زي عضلاتنا اللي بنشوف بيها الاثقال. تمام. درب عضلات جهازك التنفسي، إذا كنت لا تستطيع أن تجري، إذا كنت لا تستطيع أن تقفز، إذا كنت لا تستطيع أن تمشي، فأنت قاعد في مكانك اعمل مجموعة تمرينات تنفس وقت الشروق ووقت الغروب. تمام. إذا مليت رئتك هواء وزودت الفلكسبيليتي في الحويصلات الهوائية، أنت حطيت خط المناعة الأول. تمام. خط المناعة الأول قدرة الجهاز التنفسي على استيعاب الأكسجين. هايل. تمام. كل ما قدرت تتنفس صح، كل ما كان الجهاز التنفسي قوي جدا، اللي هو الموطن الرئيسي لأي مرض، سواء سارس، إيبولا، كورونا، أي مرض من الأمراض الصدرية. إذا الجهاز التنفسي قوي بالتدريب، كل الناس عمالة تتكلم على دواء وعلى مش عارف إيه والكلام ده، تدريب عضلات التنفس مهم جدا للسليم والمريض واللي بيتعافى. يعني مهم قوي ان نعرف ان تدريب الجهاز التنفسي ده، انا بقول الحمد لله رب العالمين ان الكورونا ده جوباء لنشر الثقافه الرياضيه والثقافه الصحيه. تمام. والحفاظ على المجتمع، يعني حاجه جت هتغير مفاهيمنا لمئة سنه قدام. تمام. فده شيء كويس جدا. فالسر الاعظم والسر الجميل اللي بنقوله لكل الناس، درب عضلات جهازك التنفسي. يعني الخطه الاولانيه يا دكتور ان هي ان احنا كل يوم الصبح، ويبقى دي عاده عندنا ان احنا نتنفس صح ونتنفس الشمس، واعتقد ان مصر بتبتز بشمس مش موجوده في اي حته دوله في دول العالم. الشمس هي المعقم الرباني. تمام. المعقم الالهي.
تمام. الشمس هي المعقم الرباني والمعقم الالهي للسليم وللمصاب وللمريض وللمتعافي. تمام 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 ماشي. تمام. درب عضلات جهازك التنفسي، دي قاعده يا ريت تطلع من برنامجك نبقى نكلم الناس عليها. درب عضلات جهازك التنفسي. تمام. انا اعتبر تعبير مجازي ان الجهاز التنفسي ده زي الجهاز العضلي، هو احد اجهزه الجسم التي يجب الاهتمام بيها. تمام. اذا كان من النصائح اللي بتوصف للناس اللي جالهم كورونا او اللي بيتعالجوا من كورونا انه ينفخ في بالونه باستمرار. تمام. ده نوع من تدريبات الجهاز التنفسي. تمام. بس ما تبدلش البالونه مع حد تاني يعني. طبعا طبعا. اذا انت خدت نفس جامد ومليت الرئتين على الاخر. تمام. وكتمت النفس لمده 10 ثواني. تمام. انت اديت فرصه للحيثيات الهوائيه انها تمتلئ اماخرها. وفي نفس الوقت تبقى جدارها جدار قوي، وبالتالي اي مكان قوي في جسمك لا يمكن الفيروس يقدر يعيش فيه. تمام تمام. ده بالنسبه للثانية، كل ما الجسم بقى ريتش في اكسجين. تمام. جسمك مليان اكسجين. تمام. مفيش اي امراض. تمام. لا اي مرض مفيش. تمام ماشي. خد بقى النقطه الثانيه بقى عشان ما اعطلكش في البرنامج يعني. لا لا خالص، انا سعيد جدا بلقاء حضرتك، بس هو تاكيد للنقطه اللي انا يا دكتور عادل، حضرتك هتلاقي ان معظم الريف ما عندهمش مشكله الجهاز التنفسي او مشكله فيروس كورونا، تاكيد اللي حضرتك بتقوله، لان هناك الزرع فكميه الاكسجين كتير، فالناس بتتنفس صح بطبيعه اوتوماتيك، وطبيعه حياتهم ان هم بيصحوا الصبح بدري. اعتقد ده من ضمن الحاجات اللي مخليه انتشار فيروس كورونا في الريف المصري تكاد تكون مش موجوده. تمام. ولا في الصعيد، ولا في الصعيد. تمام. وهقول لك دلوقتي سر بيعمله الناس في الصعيد. تمام. مخلي جهازهم التنفسي من اقوى انواع اجهزه التنفس في العالم. تمام. ماشي، هقول لك بعد شويه دلوقتي لما هتسالني السؤال الثاني. تمام. ولكن احنا بنقول دايما الاجابه الاولى لاي واحد خايف او مصاب او متعافي. تمام. درب عضلات جهازك التنفسي. تمام. تنفس الشمس. تمام. تنفس الشمس. هايل. الراجل اللي بيعزق في الارض بالنهار بالفاس ما فيش حد فيهم جاله كورونا. هايل. الناس الكسلانه اللي قافله شبابيك البيت وخايفه من الكورونا هيصابوا بالكورونا. افتح شبابيك بيتك. تمام. افتح الشبابيك، خلي الشمس تدخل تعقم بيتك. تمام تمام. اخرج لما تيجي في التجمعات فقط، في التجمعات فقط حط الكمامة. تمام. في الاوتوبيس، في الميكروباص، في المترو، في الكلام ده، لكن وانت طول ما انت قاعد في البيت حاول تتنفس بعمق. تمام. ماشي؟ تمام. ندخل على النقطة الثانية أو السر الأعظم للوقاية من معظم الأمراض بما فيها أمراض الجهاز التنفسي. تمام. وهنا هنقول عبقرية أهالينا في الصعيد يعني، وهم اقل الناس اصابه بالكورونا، كانوا في الصعيد دايما دايما بيعملوا شوربه العدس. شوربه العدس. العدس يحتوي على 12% من الزنك. تمام. شوربه العدس. شوربه العدس اكثر 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 من اللحمه، اكثر من اللحمه. العدس يحتوي على نسبه زنك 12%. تمام. فلما تمام. كانوا بيعمل لك طبق شوربة العدس ولا العدس ابو جبة ولا العدس الاصفر بالبصل وبالثوم ويجيب لك فحلين بصل يعني، يعمل دايما العسل مرتبط في عندنا في الصعيد بفحل بصل جنبه كده وليمونة خضرة كده يجرشها ياكلها الراجل وهو بياكل العدس او بعد ما ياكل العدس، هو خد دلوقتي جرعة زنك رائعة وجرعة فيتامين سي رائعة، وخد برضه مضاد حيوي طبيعي من البصل. هايل. زي كنا بنقول البصلة تعادل حقنة أنسولين. هايل. خلي بالك من هنا، والبصل والثوم بيحتوي على نسبة عالية من الكبريت. هايل. والكبريت ده من وظائفه إنه بيخفض السكر في الدم. هايل. تمام. طيب الفيروسات والميكروبات تعيش في السكر، واحنا بنقول للناس ببساطه شديده ان معلقه سكر واحده بتضعف جهاز المناعه لمده 3 ساعات. معلقه السكر جهاز المناعه لمده 3 ساعات مش شغال، بالظبط كده، تضعفه لمده 3 ساعات. ايوه.
دي معلومة هايلة. أنا نعم دي معلومة ممتازة. أنا دلوقتي عاوز جهاز مناعة بتاعي شغال على طول عندنا. هقول لك حاجة غريبة جدا، ليا صديق في فيينا واحد من العلماء الكبار جدا وصاحب شركة من شركات الأدوية الكبيرة اسمه مستر فاندل. فاندل ده وأنا في فيينا في الصيف اللي فات جالي دور برد شديد جدا جدا والتهاب في الزور. تمام. وجيت بالراجل بيديني بخاخة فيها زيت الليمون. زيت الليمون. الليمون. وقال لي افتح بقك، وفتحت بقي وراح رشش لي رشتين من زيت الليمون في الفم. تمام. ماشي. انا ما تاني يوم الصبح عملت رشتين خفت من دور البرد الشديد في فيينا في عز البرد بقى مش كتير زي دلوقتي. دكتور هو زيت الليمون ده افيلبل موجود في مصر؟ ما فيش مشكله اعتقد فيه. زيت الليمون وزيت اللارنج وزيت البرتقال. تمام. زيت الليمون وزيت اللارنج وزيت البرتقال مطهر رائع جدا جدا للحنجره. تمام. احنا صغيرين كنا بنجيب الاسفندي والبرتقال ونعصره نعصر القشره في مناخير اصحابنا، وفعلا يعني كان بعديها على طول نحس ان دماغنا بقى نشيط جدا وحسينا بحيويه غريبه جدا. تمام. قشر البرتقال اللي موجوده او قشر الليمون حاول تطلع منه الزيت، سواء كلته سواء عملته مبشور سواء حطيته في السلطه سواء كلته بنفسك كده. قشر الليمون ده خط الدفاع الاول ضد امراض الجهاز التنفسي. هايل. تمام. لان زيت الليمون وانا باكل القشره بتاعت الليمون، كلنا بنعصر الليمون على الاكل وعارفين ان الليمون ليه فوائد كبيره جدا وبيحتوي على فيتامين سي، وهذا قشر الليمون برضه مش بس بيحتوي على فيتامين سي، لا ده مطهر ومعقم للاكل بتاعنا. وبنقول للناس لو ما لقيتش المطهرات اللي في السوق تقدر تغسل ايدك بعصير ليمونه او تجيب قشره ليمونه وتلعج بيها ايدك، دي مطهرات بسيطه جدا. تمام. الناس دلوقتي عماله هرت ايديها بالكلور وهرت ايديها بالسبرتو، وده غلط جدا جدا لانه بيضر الجلد بشكل كبير. طبعا. انا شايف ناس المفروض يجيب السبرتو وشايف ناس في بيتها مليان كلور. ده احنا بنقول كوبايه كلور على 10 كوبايات ميه احطها على باب البيت، احطها في فوطه مبلوله، يبقى انا كده عقمت اي حد داخل بالحذاء. خصوصا احنا في مصر كلنا بندخل بالاحذيه في البيوت. تمام. لكن لو بنقلع الاحذيه بره البيت ما عندناش مشكله. تمام. احنا بنقول ببساطه شديده المطهرات خليها بره البيت. تمام. لان تنفسك للكلور لوحده هيضعف الجهاز التنفسي ضعف شديد جدا. تمام. تنفس الكلور بيضر الجهاز التنفسي ضرر غير عادي. تمام. ويعتبر ماده سامه. تمام. فالناس بقى دلوقتي لا كثر من الكلور وابتدى. انا بقول لك الليمون مطهر طبيعي مطهر كويس. تمام. هايل هايل. وسر العظمه في الليمون او في البرتقال او في اللارنج اي حاجه من دي متاحه. البرتقال والليمون والاستفندي والحاجات الجميله دي، قشر البرتقال وقشر الليمون وقشر الاستفندي. من النهارده نبدا نعمل توابل جديده. في الصين بيعملوا من قشر الليمون وقشر البرتقال بياخدوا من مصانع العصاير. تمام. القشر ده ويجففوه ويعملوه احد التوابل اللي بتتحط على معظم اكلاتهم اللي بتديك طعم المميز. تمام تمام. دكتور عادل معلش جالي سؤال على الواتساب. قصة شرش اللبن، لأن هو متاخد محطوط في البروتوكول في العلاج أو للوقاية من فيروس كورونا. حضرتك يعني تسمح لي كده في دقيقتين نتكلم عن شرش اللبن؟ بص، ده صيحة في العالم، صيحة كبيرة جدا في العالم، اسمها البروبيوتيك. البروبيوتيك. تمام. الناس عمالة تقول بروبيوتيك، وفي نوادي كمال الأجسام بيدوا بروبيوتيك للشباب علشان عضلاتهم تبقى جامده وعضلاتهم تكبر ويبقى جهازهم العضلي جهاز قوي. تمام. فاحنا بنقول افضل بروبيوتيك في العالم شرش اللبن الرايب اللي موجود عندنا في الفلاحين وفي الصعيد. تمام. شرش اللبن الرايب اللي بيعملوه الناس من البقر البلدي بتاعنا. تمام. من البقر ومن الجاموس ومن الغنم ومن المعيز. الشرش بتاع اللبن يعني كوبايه الزبادي، الكلام ده احنا بنقوله من زمان على فكره.
كوبايه لبن الزبادي، كلنا لما بنيجي نشرب كوبايه اللبن نروح دالين شويه الميه اللي عليها. تمام. احنا دلقنا اغلى حاجه في الزبادي، اغلى حاجه ده تمام. البروبيوتيك. ده ايه يعني ايه بروبيوتيك؟ يعني ايه بروبيوتيك؟ البروبيوتيك هو اصلا المغذي الرئيسي للبكتيريا المفيده، وفي نفس الوقت قاتل للبكتيريا الضاره. تمام فين؟ في الامعاء. طيب تمام احنا ليه عاوزين نخلي البكتيريا المفيده في الامعاء اقوى من البكتيريا الضاره؟ تمام لان اكتشفوا ان المعمرين، الناس اللي بتعيش 100 سنه، لما جم يشوفوا امعائهم لقوا نسبه البكتيريا المفيده اكثر من البكتيريا الضاره. تمام ولقوا الناس دي دايما بتاخد حاجتين مهمين قوي، اللي هو شرش اللبن. طب مش موجود شرش اللبن، وبعض الناس عندها لاكتوز الارجي او تمام حساسيه اللاكتوز. تمام طب ايه البديل؟ ميه مخلل الكرنب، مخلل الكرنب او مخلل الارنبيط او مخلل البروكلي. ده هيتاخد ازاي يا دكتور عادل؟ ده بنجيب الملح الرشيدي بتاعنا، ملح الخصب، الملح الكبير اللي موجود عند العطارين، ما يكونش ملح فيه كلور، ما تمام يكونش ملح مكرر، ملح البلدي تمام الطبيعي. تمام وده موجود في مصر بكميات كبيره جدا جدا جدا. تمام احنا عندنا في سيوه اكبر مناجم ملح وانقى انواع الملح في العالم، تمام انقى من ملح الهيمالايا اللي الانترنت عمال يتكلم عليه. احنا عندنا في سيوه ملح سيوه افضل بكتير جدا جدا من ملح الهيمالايا. تمام الملح الرشيدي ده او الملح السيوي او الملح بتاع البحر مع مخلل الكرنب او الارنبيط او البروكلي، انت عندك بروبيوتيك طبيعي. الناس بتشتري ب 500 جنيه و 400 جنيه و 300 جنيه، ده ببلاش، تقدر تعمله في البيت، اصنع دواك بنفسك. اللي عاوز يبقى صحته سليمه تبدا صحه الجهاز التنفسي بصحه الجهاز الهضمي. دكتور عادل توعدني يا دكتور عادل ان احنا استاذنك محتاجينك ضيف معانا، لان الموضوع شيق والموضوع كبير واعتقد الناس كلها محتاجينه، واعتقد يعني ان احنا يعني لو تسمح لي بس ان احنا ندبسك على الهوا ان احنا نرتب مع حضرتك حلقه وتبقى حلقه دسمه نتكلم فيها عن كل الحاجات الطبيعيه اللي ممكن ترفع جهاز المناعه، الموضوع كبير قوي. الحقيقه طبعا انت بتكلمني وانا خلاص ما بقاش بحب الاعلام قوي، لكن هي رساله احنا بنبلغها للناس. يعني انا يهمني الناس توصل لها رساله، سواء عن طريق عن تمام طريقك عناية عن طريق اي حد. وانا تمام بشكر كل من ادلى بدلوه في هذا المجال، وكل من بحث وادى الناس معلومه بشكرهم جدا جدا، لان هي دي طبيعه الشعب المصري، شعب معطاء. لما تسال واحد عن اي معلومه بيجاوبك بمنتهى الصدق ومنتهى الامانه. دكتور عادل عبعال اشكرك في نهايه المداخله الشيقه والمعلومات القيمه اللي احنا خدناها من حضرتك، وعلى امل ان احنا نعمل لو مش هنتقابل فيس تو فيس على ان احنا نعمل مداخلات كتير مع حضرتك. دكتور عادل عبعال اشكرك. بالنيابه عنكم بشكر دكتور عادل عبعال. الوقت جري بسرعه. انا كنت ناوي النهارده اكمل حديثي عن الاعلام واللي عمله في ازمه كورونا، هاجل الموضوع ده الاسبوع اللي جاي لان الموضوع كبير، وهل الاعلام كان ليه نتائج ايجابيه ولا نتائج سلبيه. ولكن خليني انهي الفقره الاولانيه لان الفقره الثانيه والثالثه فقرات في منتهى الاهميه، والمخرج عمال يقول لي نطلع فاصل نطلع فاصل، اطلع لي يا عم فاصل.